مسرح جيزال هاشم زرد من أعرق المسارح بلبنان اللي موجهة للأطفال، 34 سنة خبرة بهالمجال، كل سنة عمل جديد وكل سنة بيتناولوا قضية بتهم كل أفراد المجتمع وخاصة أطفالنا وبيوعوا أطفالنا حول هالقضية. آخر عمل لهم بعنوان إيميل مريم، تفاصيل أكثر عن هالحدث مع ضيفتنا مايلا زرد. أهلا وسهلا فيكي مايلا. خير ولا مرسي. مبروك العمل الجديد إيميل مريم، عم نشوف البروموسيون على الام تي في. بدنا نتعرف على تفاصيل هالعمل، ولكن قبل بدنا نخبر المشاهدين عن حدث أكثر من مميز صار بباريس. انتقل مسرح جيزال هاشم زرد لفرنسا. مزبوط، السنة الماضية كان من سنتين عملنا عمل اسمه كلمة السر. هذا العمل بالذات كثير عزيز على قلبنا كلنا، لانه كان معمول من 20 سنه وشفنا انه اهدافه بعد 20 سنه بحاجه لها كلنا نحن اللبنانيه. فحولنا المسرحيه كان اسمها كلمه السر. الهدف من كلمه السر نضوي على النواحي الخمس، الاخطاء اللي بيغلط فيها الانسان بلا ما ينتبه، اللي هن الكبرياء، الشراهه، الفجعنه، الكذب والكسل. بس أهم شيء كلمة السر لنقدر نحل كل مشاكلنا بالمجتمع. نحن بحاجة للمحبة، هيدي الكلمة كتير عزيزة على قلبنا وعم نجرب ننشرها بكل عمل من أعمالنا. اللي حلو صار بنوفمبر السنة الماضية، مزبوط، صار في تنسيق مع أوفرجوا فرح العطاء ومؤسسة ليزامي دابراهام دي شيلانسيس. نعم. وطلع العمل مثل لبنان بباريس بأول عمل مسرحي عائلي بلو بالي دي كونغري. وكان اللي أحلى شيء من القصص اللي دعمت كتير كانت برعاية مستشار رئيس الجمهورية، بحب حيي بتحية كبيرة. نعم. لأنه كان عنده ثقة بالعمل مسيو دوني بيتون. نعم. وأكيد كل الأفريقا، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، الميدليست بلبنان، كل الشرك كانت واقفة حدنا. العمل كان برعاية الام تي في اللي رفقتكم طوال هالمشوار. الام تي في ما عم تتركنا، وانا بحيي ادارتها الكريمه. نعم. مسيو ميشيل ومسيو جهاد المر. وكان اول عمل مسرحي لبناني موجه للاطفال يعرض على مسرح فرنسي، مش اي مكان، بالي دي كونغري. اللي حلو كنا يعني مثل ما بيقولوا، وقت تكوني اول مره عم بتفوتي على عالم جديد وعلى سوق جديد، الاستقطاب كان كتير حلو. يعني ما صدقنا بقد ايه فتره قصيره، لانه كانت الاوضاع البلد مثل ما هلا في تشنجات، كل مره في شيء. كان بعد في ظرف استثنائي بلبنان، دغري فرانس 2، فرانس 24، راديو اوريون، راديو مونتي كارلو، بحيي كل الصحافه اللي دعمت ودغري خبرت عن العمل. رحبوا بهالعمل. وهيدا واللي حلو، كنا محاسبين انه بس قبل رح يغطوا مثل ما بيقولوا ليساعدونا. نعم. اللي صار انه ورا ما خلصت الحلقه صاروا يطلبوا اذا فينا كل يوم نمدد. حلو. لانه صار يجي رسالات، رسائل على المحطات انه ليش ما مددتوا اكثر؟ قدمتوا عرضين بهالمكان. كانوا كثير مميزين، وكان الحلو الحضور مشكل لبنانية وفرنسوية، وكان أول مرة نحن بنعرض باللغة الفرنسوية بباريس. أكيد مش غريب إنه رحبوا بهالعمل، لأنه عم تتناولوا مبادئ أو قضايا بتخصنا كلنا، يعني بغض النظر عن جنسيتنا أو اللغة اللي بنحكيها. أكيد اللغة نحن بلبنان، يعني الوالدة بتتميز جيزال هاشم زرد بنصوصها باللغة العربية، وبنعتبر بس نحول للغة تانية عم نفقد، يعني بدها كتير وقت لينشغل ليتحضر عمل تاني، لأنه المضمون كل كلمة بتحمل معنى، مش هين الترجمة هيك ركب صف كلمات على لحن، وكل غنية لها هدفها بموقعها. يعني لتقدر تضاينة القصة تكفي بتقطش إذا الكلمة ما كانت حاملة ذات المعنى بالعربي. هون بتظهر الخبرة أكيد اللي اكتسبتها 30 سنة. بدنا نشوف مشهد من العمل اللي قدمته بفرنسا. مرسي. بدي أبعت إيميل لكل الناس. مسرحية لجيزال هاشم زرد، إخراج شيرين زرد مصابني. غلط 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 غلط. تعطي معلومات خاصة عن حالك وانت ما عندك فكرة مين اللي قبالك. ما تروح وحدك تقابل مجهول لو أصر. خبر ما تخفي عن أهلك وما تقابل بالسر. انتبهوا.
هيدا مشاهدينا ما كان مشهد من لمو سكري، هيدا مشهد من إيميل مريم، آخر عمل لمسرح جيزال هاشم زرد. رح نشوف المشهد الآخر بعد شوي. بما أنه شفنا إيميل مريم، هيدي كانت أغنية غلط، مزبوط شفناها بالغلط أصلاً. أغنية غلط اجت بوقتها. مسرحية إيميل مريم صار التنسيق، نحن دايما بنجرب نلاقي الموضوع اللي حلو يتضوى عليه بالسنة اللي نحن فيها. الريسيرش اللي ظهرت عالمية هي بال 2013 في توعية عن حسنات ومضار الانترنت. نعم، يعني موضوع بالفعل اجى بوقته، لانه مزبوط. في مخاطر كثيرة عم بيواجهوها اطفالنا اليوم. مزبوط، ولفت النظر كان من واجبنا. فقلنا كيف احسن هيك عم نقدر نوصل مينيموم سنويا ل 100-150 الف مشاهد لبناني. هيدا غير برا، ليش ما بنجرب نحمله رسالة لهالولد او لهالاهل اللي عم بيحضر ويتابع. بالفعل حملتوا رسالة، حملتوا بوكلت معه، كل ولد بيوصل على مسرح مسرحكم بيحمل هالبوكلت معه بداخلها كل المعلومات اللي حابين، لانه نحن في عنا كثير ضغط بيجي من المدارس، ايام الاهل ما بيكونوا موجودين مع اولادهم، فاللي بيهمنا ننوه انه يوصل للاهل الولد شو وصل له مضمون. المخاطر الخمس الرئيسية هن اختصرون بالأمريكاني بكلمة smart. اللي هي safe, meeting, accepting, reliable, hotel. أنا رح ركز على فكرتين ثلاثة رئيسية اللي هن حسنات الانترنت، ما كلهم بيعرفون، بيسرع التواصل، فينا نحكي بطريقة أسرع. المدار من المدار الأساسية القعدة المستمرة للولاد، إن كان جسدياً ما عم يعملوا رياضة وإن كان نظراً عم بيتدربوا، بس الفكرتين اللي عم بنواجه فيها مخاطر كتير هي عدم إعطاء المعلومات الخاصة عبر شبكات التواصل، لأنه في ناس عم تستفيد منها لشيء منه كتير. هذا اللي عم نحذر منه، إنه ما يعطوا معلومات أو تفاصيل هالقد عن حياتهم الشخصية. بيصير في المشكلة إنه أيام عم نلتقي برفقاتنا، فعم نضطر نعطي معلوماتنا. إذا كنا تحت عمر معين يفضل الأهل يكونوا موجودين ليعرفوا شو عم بينحط، إن كان صور خاصة، إن كان رقم البيت، عنوان البيت، عن اسم الكامل تبع الأهل، لأنه عم بيقدروا يستفيدوا بطريقة سريعة من هيدا الولد البريء اللي ما قصده شيء ومن قلبه. هلا مايلا، إذا بدنا نتبع القانون، مش مفروض أي ولد تحت 13 سنة يكون عنده فيسبوك أكاونت؟ يعني هيدي من البداية يمكن منا موجودة بقى، لأنه عم تشوف أولاد بعمر 7 سنين و6 سنين عندهم فيسبوك أكاونت، لأنه عم بيزوروا عمرهم. ما حتصدقي نحن حتى أصغر، لأنه بالصالة بس أسأل، نحن الحضور من 3 ل 12 سنة كلهم عندهم فيسبوك، وبيمدوا لي اصبعهم وبيخبروني شو بيعملوا حتى على الفيسبوك. دونك اذا ما بدنا نهرب من الواقع، نعم، على القليله نلفت النظر، نحسن اولادنا اكيد. ومن الخطر الرئيسي الثاني، بس عم يتعرفوا على الفيسبوك عم يطلب انه نلتقي بهالطرف الاخر لانه عم نحبه كثير. يفضل اذا كمان حبينا نلتقي كبار وصغار نكون موجودين بمطرح عام، عاطين خبر لحدا اكبر منا وين حنكون وباي ساعه، ويا ريت بيرافقونا. نعم. لأنه كمان مخاطر أكثر من، ومن القصص اللي لازم كمان ينتنوح عليها أنه المعلومات اللي عم توصل عبر شبكات الإنترنت مش كلها ممكن تكون صحيحة. مزبوط. بدنا نشوف مايلا مشهد من لمو سكري بباريس ومنكمل. Le mot secret, il a été créé par une Libanaise, elle s'appelle Gisèle Zard. En fait, elle a fondé une compagnie il y a 34 ans pour distraire les enfants pendant la guerre libanaise. Et c'est la première fois qu'on voit un de ses spectacles en France. Alors... Il ne suffit pas.
ما شفنا شيء من المشاهد تبع لقطات من التحضيرات اللي كنت عم بتقوموا فيها. اكيد حدث مميز لمسرح جيزال هاشم زرد، وحدث مميز لنا بلبنان وان شاء الله بيتكرر لكم. وين عم تنعرض مسرحيه ايميل مريم؟ مسرحيه ايميل مريم عم تنعرض على مسرح الاوديون كل نهار سبت الساعه 4، وممكن يشتروا هالسي دي مزبوط بكل بمسرح الاوديون اكيد، وبيصير التنسيق اذا بدهم يستلموه بغير مراكز ما في مشكله عبر مسرح الاوديون. واكيد نحن بصدد تحضير للصيفيه لمهرجانات لبنان. عم بتكملوا عم بيصير فيها الطلب عليكم مش بس ليحضروكم على مسرح الاوديون، عم تنتقلوا للمدارس وعم بيدعوكم كمان بمختلف المناطق اللبنانيه. وبالصيفيه عم نعمل اكثر من 75 مهرجان بالصيفيه بس بانتقال العمل للمسرح اللي بنكون فيه سنويا. نعم. كم اغنيه في بهالعمل؟ 10 مزبوط. باللغه العربيه عم بتتقدم مسرحيه هيدي المسرحيه مريم. نعم، وقريبا رح تترجم. نعم. بس هلا عم نركز الاوضاع ما سمحت انه ننقل موسيقية على لبنان. ناطرين بس يعني ظرف البلد شوي يسمح، لانه اوريدي عم بيتسكروا المدارس بظروف خاطئه. نعم. فمبدئيا بنوفمبر الجاي رح يكون في افتتاح للموسيقية بلبنان. نعم. ونرجع نعطي خبر بوقتها. شكرا لك مايلا زرد، تحياتنا لوالدتك جيزال. وان شاء الله كل سنه وعمل جديد مميز بوعي اطفالنا على المخاطر اللي ممكن يواجهوها، وان شاء الله تخلصي بالسلامه. بشكر الام تي في اللي عم تقدر تكون صدى حلو للايجابيه اللي نحن بنحب نوصل لها. شكرا لك. مرسي. وقفه قصيره مشاهدينا ومتابعي حلقتنا.